أنا عاجبني سؤالك لأنه بيتيح لي مجال إن أنا أقول لك كطبيبة أسنان أطفال مهم عندي أن أفهم سيكولوجية الطفل. حلو. أفهم إزاي أتعامل مع الطفل، دماغ الطفل عاملة إزاي، بدل ما أنا بتعامل معاه من منطلق أن أنا كبيرة وأنا فاهمة، لا أنا بتعامل معاه هو إيه شكل العالم بتاعه، إيه مفهومه، إزاي أفهمه الطريق بطريقة صديقة أو ودودة وطريقة فيها حب. لأن الأطفال ممكن أحيانا ما تفهمش اللغة بس تفهم لغة الحنان أو لغة التواصل اللا جسدية. صح. فالموضوع ده البعد السيكولوجي مهم جدا للتعامل بالأطفال علاج أسنان بدون ألم أو بألم. ما شاء الله. إن شاء الله ما فيش ألم. إن شاء الله. طبعا نحن ذكرنا في البداية أن في تقنيات جديدة أن تعالجون فيها الأطفال من دون أي ألم، فنحن الحين نبغي نشجع كل أم تحاتي دائما أنها تطرش عيالها لعيادات الأسنان عشان خوف منها، يعني عشان طفلها ما يتألم. فشو هي هاي التقنيات العلاج بلي ألم؟ حلو. في تقنيات كتيرة قوي وأدوات كتيرة قوي، بس قبل ما أذكر الأدوات دي عايزة بس أشارك معاكي شوية إحصائيات. تخيلي أنه طب الأسنان نجح بلا فخر أنه يكون أكتر ثالث خوف بعد الخوف من المرتفعات والخوف من العناكب، فمش بس للأطفال، للبالغين كمان. طبعا في احصائيات بتقول ان 75% من البالغين بيكرهوا دكتور السنان، و35% من الاطفال اللي عمرهم ما شافوا طبيب بيكرهوا دكتور السنان. صح. انا عندي سؤال، هل حضرتك او حضرتك بتحبوا دكتور السنان؟ شانك الحب. انا على نفسي صراحه ما احبه لان الموضوع هناك يكون استفزازي بالنسبه لي، يعني حتى بس مجرد التنظيف وتسمع هاي صوت اللز شي خلاص ما اقدر، عرفتي ما اتحمل. فمش محبين اطباء الاسنان. مش محبين الحب ويزيد الزز. ايوه انا صراحه نفس الشيء، انا بعتبر ان يعني سوري على الكلمه هذه عدو، دكتور عدو بالنسبه لي بينتقم مني، ف فمش عايزه. بس هنا يطلع بنتيجه مبهره. صح. صح ولا لا؟ بس هقول لك حاجه، ما هو ده الغريب في الموضوع، انه احنا في القرن ال21 لازالت غرفه طبيب الاسنان عباره عن غرفه تعذيب. طب احنا ليه قابلين بالموضوع ده؟ ما هو ده الفكره جايه من هنا، ان ازاي العلم تقدم وبقى في تقنيات كثيره وتحديثات، ولازال مثلا ابره التخدير اللي عامله قد كده دي للاطفال زي هيها ما تقدمتش من 60-70 سنه. ففكره علاج الأسنان بدون ألم هي زي منهجية فكر جديدة اتولدت، أنه طب ما احنا عايزين نطور نفسنا، مش بس نطور نفسنا كأطباء أسنان، نطور أدواتنا ونطور فكرنا. أنه الطبيب زي ما أنت قلت اقعد افتح يلا أوكي في نتيجة جميلة، بس صعب. صح. نتيجة صعبة جدا. صح. فأصبح بقى أنه بقى في أدوات كتيرة وبقى في سمات للطبيب هو ممكن يساعد بعلم السيكولوجي يعمل ايه للمريض الطفل اكيد والكبير.